السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح نشرح experiment 8 النيوكلوفيليك substitution. رح نستخدم النيوكلوفيليك عشان نحضر الألكل هيلايد from الكحول عن طريق إن نعمل substitution of hydroxyl group OH by halogen اللي هي زي CLBR الآي. أنا بكون عندي الكحول جروب مضيف عليهم مصدر للهالوجين اللي هو HX أي أسيد HCl HBr أو HI. بصير عندي substitutions مكان ال OH بصير مكانها هالوجين X وبعطيني الألكل هيلايد زائد H2O water. هلأ أنا عندي الألكحول أنواع، عندي تيرشري وسكندري وبرايمري الكحول. هلأ التيرشري الكحول بتفاعل مع ال كونج HCl أو المصدر للهالوجين على درجة حرارة الغرفة وبيستغرق فقط 15 من 15 دقيقة عشان يعطيني الألكل هيلايد، فهو تفاعل سريع. هلأ السكندري نستخدم الكونج HCl ولكن هون يحتاج إلى وقت أطول نص ساعة وإلى ريفلكس. ريفلكس يعني بدنا هيتينج، تسخين مصدر للحرارة، فهون شوي صارت بده شروط أقوى من هناك فبأخذ وقت أطول وبحتاج إلى حرارة عشان يعطيني الألكل هيلايد. لكن البرايمري ما بيتفاعل مع الـ HCl، no reaction، ما بيكون عندي الألكل هيلايد. إذن التيرشري أسرع من السكندري والبرايمري no reaction، ما بيتفاعل وما بيعطيني الألكل هيلايد. هلأ شو الميكانيزم للتفاعل؟ هلأ التيرشري عندي اللون بير اللي هون اللي موجودين على الهيدروكسيل جروب بيهاجموا الهيدروجين والسي ال هون بتطلع فبعطيني هون ال OH2+ زائد طبعا حيكون في سي ال ماينس في التفاعل. هلأ هون هاي بنسميها good living group فهي بتنكسر بسهولة وبتطلع من المركب. هلأ ليش هلا هون احنا حولناها من bad leaving ال OH هي عبارة عن bad leaving group الى good leaving group. بتطلع ال H2O بعطيني الكربوكاتيون، بعطيني تيرشري كربوكاتيون. طبعا تيرشري كربوكاتيون هو عبارة عن stable كربوكاتيون. خطوة تانية انه Cl- بتهاجم الكربوكاتيون بتعطيني الالكل هيلايد. لاحظوا انه التفاعل بيمشي بالاس انور رياكشن. احنا دائما عملية تكوين الالكل هيلايد بتتم بتو ميكانيزم، يا SN1 يا SN2. الSN1 انه بتتم الميكانيزم بخطوتين، اول خطوة بيكون الكربوكاتيون، ثاني خطوة بيكون الألكل هيلايد. لكن الـ SN2 إنه بيمشي التفاعل بخطوة واحدة فقط. والسكندري نفس الشيء، رح اللون بير هون عندي تهاجم الـ HCl بتاخذ الهيدروجين بتعطيني الـ OH2+ هاي بتصير good leaving group بتطلع بتعطيني سكندري كربوكاتيون هو برضو stable. تيجي الـ Cl- بتهاجم الكربوكاتيون بتعطيني الألكل هيلايد، بيمشي بـ SN1 reaction لأنه بتم على خطوتين، يعني أول خطوة بنكون كربوكاتيون، ثاني خطوة إنه بيصير بكون عندي الألكل هيلايد. هلأ البرايمري الكحول ما بكون عندي كربوكاتيون، بيكون unstable أو not stable فما بتصير هاي الخطوة عندي أصلاً، فهو بيمشي على الـ SN2 mechanism فبتكون ما بتكون عندي كربوكاتيون عن طريق الـ SN1 reaction. بتجربتنا اليوم بالإكسبرمنت بارت إحنا رح نستخدم التيرشري الكحول هو عبارة عن 2 مثل 2 بروبانول، رح نفعله مع الـ HCl على الروم تيمبريتشر عشان يعطيني الألكل هيلايد اللي هو عبارة عن 2 كلورو 2 مثل بروبين. تمام؟ فإحنا هون حولناه من تيرشري الكحول إلى ألكل هيلايد. طبعا أنا عندي معلومات تحت الكيميكال إكواشن، عندي الدنسيتي لكل مركب وإيش الموليكولار ويت. شو رح نعمل؟ بفلاسك رح ناخد 14 مل من تيرشري بيوتيل الكحول اللي هو نفسه 2 مثل 2 بروبانول اللي هو نفس هاي المادة. تمام؟ ونضيف عليهم 35 مل كونك اتش سي ال، وعلى الروم تمبريتشر من غير تسخين رح نعمل تحريك لمدة 15 دقيقة.
بهاي ال 15 دقيقة رح يصير عندي التفاعل، رح يكون عندي الألكل هيلايت زائد الووتر اللي هي البرودكتس من هذا التفاعل، بينتج عندي ألكل هيلايت زائد H2O. طبعا أنا بدي الألكل هيلايت لحاله، فلازم نفصلهم، باستخدام السوبراتوري فانل. فرح يكون عندي بضيف البرودكت او الناتج عندي اللي بالفلاسك بالسوبراتوري فانل. طبعا رح يكون عندي تو لايرز لانه الالكل هيلايد مع الاتش 2 او هو انميسبل، ما بيختلطوا مع بعض، رح يعطيني تو لايرز. انا لازم افصلها واخذ الالكل هيلايد عن الووتر. كيف بدي اميز اي لاير بدي افصل؟ الابر لاير، طبعا هاي الابر لاير ولا اللور لاير اعتمادا على الدنسيتي. تقريبا دنسيتي للمي واحد، وتقريبا الدنسيتي للبرودكت تبعنا 0.84. اللي بيكون له دنسيتي اقل بيكون هو اللي بالابر، والدنسيتي اعلى بيكون هو الطبقة السفلية. فاعتمادا على الدنسيتي، اللي الطبقة اللي فوق هي عبارة عن الالكل هيلايد، والطبقة تحت ال H2O. أنا أي مادة بدي الألكل هيلايد، فبفصل الووتر عن الألكل هيلايد، بفصل الووتر بفلاسك أو بيكر أي أداة، وبخلي عندي الألكل هيلايد. هلأ بعد ما أفصل بدي أرجع أضيف عليه 10 ميل كولد ووتر. ليش؟ عشان إذا ضل عندي تريسز أوف أسد أتخلص منها. إذا من التفاعل هون عندي ضل كمية قليلة من الأسد وما تفاعلت، بدي أتخلص منها، فبضيف 10 ميل ووتر فبتخلص من التريسز أوف أسد. وبرجع بعمل نفس الشيء شيكينج وبخليه ستاند، رح يفصل لتو لاير. انا بدي اللاير اللي فوق. هلا بعد ما نحصل على اللاير اللي فوق بنضيف عليها درينج ايجنت، عشان برضو اذا كان عندي تريسز اوف ووتر اني اتخلص منها، اذا ضل عندي جزء قليل من الماء نتخلص منه. بعدين هاي اللاير اللي هي اللي فصلناها الالكل هيلايد بدنا نحطه بسلندر، نقرا قديش الفوليوم للبرودكت. طبعا البرودكت هون عندي الألكل هيلايد، بدي أسجل قديش نتج الحجم عندي من البرودكت اللي نتج عندي. ليش؟ عشان أنا بدي أحسب قديش البرسنتج ييلد من الألكل هيلايد. رح تلاحظوا إنه عندكم بالريبورت بالمانيوال هاد جدول. هلأ في عندي جدول مقسوم لتو كولومز، الألكحول والألكل هيلايد. هلأ بالنسبة للألكحول طالب مني أكتب المولكيولار ويت، من هي قيمتها 74، من وين جبتها؟ من الداتا اللي عند المعادلة. طالب مني أحسب الجرام يوزد، أنا كم جرام استخدمت. لاحظوا إحنا ما استخدمنا ماس، استخدمنا فوليوم، فالفوليوم بدي أحوله للماس عن طريق إنه الدنسيتي بالفوليوم. دنسيتي للألكحول 0.78، وإحنا استخدمنا 14 مل، فبطلع 10.92 جرام. بدي أستخدم المول، بدي أحسب قديش المول اللي استخدمتهم. هم عبارة عن ماس على المول الماس، 10.92 على 74 بطلع 0.147. هاي بالنسبة للألكحول. هلأ بالنسبة للألكل هيلايد الموليكولار ويت 92.5، المول إكسبكتد حيكون نفس 0.147. ليش؟ من المعادلة الكيميائية هون أنا الريشيو بيناتهم، النسبة اللي بيناتهم 1:1، يعني مولات الألكحول بدها تساوي مولات الألكل هيلايد، صح؟ فأنا هون حسبت مولات الألكحول إنها 0.147، وهي نفسها المول إكسبكتد 0.147 للألكل هيلايد اللي أنا بتوقع إنه ينتج عندي كم مول. بدي أحول المول لجرام اللي هي اسمها theoretical yield، عن طريق إنه نضرب المول إكسبكتد بالمولكيولار ويت للألكل هيلايد، 0.147 ضرب 92.5 بيطلع 13.65. هلا هاي الحسابات اللي انا حسبتها لهون، هيك انا بكون حسبت الثيوريتيكال ييلد للالكل هيلايد، يعني انا كم بتوقع انه رح ينتج عندي من هذا التفاعل. هلا بدي احسب الاكتوال ييلد. الاكتوال ييلد هي حتكون عباره عن الجرام اوبتيند اللي انا بحصل عليها من التجربه، كم ما الاماونت للماده اللي انا حصلت عليها من التجربه. لاحظوا احنا ما قرانا ماس، قرأنا الفوليوم، مش احنا قرأنا الفوليوم للبرودكت. هذا الفوليوم بدي احوله لماس عن طريق دنسيتي بفوليوم. الدنسيتي للألكل هيلايد 0.84، لنفرض هون بدنا نفرض
انه انا نتج عندي من التجربة 7 مل، ف7.84 هي 5.88 جرام. البرسنتج هي عبارة عن actual yield على theoretical yield ضرب 100%. actual 5.88 والثيوريتيكال 13.65 تقسيم بعض بيطلع 43%. هاي هي البرسنتج اللي احنا حصلنا عليهم بالبرودكت. هيك بنكون خلصنا البارت الاول للاكسبيرمنت. هلا البارت الثاني، انا كيف بدي اتاكد انه البرودكت اللي نتج عندي هو الكل هيلايد؟ لازم اعمل مجموعه من التستات عشان اتاكد انه هذا البرودكت هو الكل هيلايد ولا لا. من التستات اللي راح نعملها اللي هو الايثانوليك سيلفر نايتريت الاي جي ان او 3. الالكل هيلايد بتفاعل مع الاي جي ان او 3 طبعا بوجود الايثانول، بيعطيني اي جي اكس اللي هو سوليد عباره عن راس بريسيبيتات، فبتكون راس. وطبعا هذا البريسيبيتات بيكون لونه اعتمادا على لون على نوع الهالوجين اللي عندي موجود. هلا التيرشري حيتفاعل اسرع من السكندري اسرع من البرايمري. التيرشري مباشره اول ما نضيف الاي جي ان او 3 على التيرشري الكل هيلايد بعطيني راسب. السكندري بيحتاج تقريبا ل 5 منت، والبرايمري ما بيتكون اصلا ما بيتفاعل مع الاي جي ان او 3. شو كنا رح نعمل؟ رح تلاحظوا بالبروسيجر في عندكم 4 مواد رح نستخدمها. رح تجيبوا 4 تست تيوب. اول تست تيوب رح نحط فيه 1 كلوروبيوتين اللي هو برايمري، ثاني تست تيوب رح نستخدم 2 كلوروبيوتين اللي هو السكندري، وهون رح نستخدم البرودكت اللي نتج عندي اللي هو التيرشري. شو احنا نتج عندنا من التجربة؟ 2 كلورو 2 ميثيل بروبين هو اللي رح نستخدمه، الكلوروبنزين. راح نضيف على راح نضيف بكل تست تيوب 2 مل من الاي جي ان او 3 و5 دروبس من كل واحدة من هاي المواد، ونشوف مين اسرع واحد بيعطيني سوليد، مين بيتكون ومين ما بيتكون سوليد. لاحظوا انه التيرشري اسرع اشي، السكندري بيحتاج 5 منت، البرايمري ما بيتكون، وايضا الكلوروبنزين ما بيتكون. ليش؟ لانه ما بيتكون عندي كاربوكاتيون باستخدام الكلوروبنزين. هلا اخر تيست رح نعمله، اخر تيست رح نعمله اللي هو الصوديوم ايودايد ال NAI. الار اكس رح تتفاعل مع ال NI بوجود الاسيتون، تعطيني ار اي زائد ان اي اكس وهو بيكون سوليد بريسيبيتات. رح نعمل نفس الشيء، هاي الاربع مواد نرجع نفعلها مره تانية مع الصوديوم ايودايد. البرايمري حيكون اسرع من السكندري اسرع من التيرشري. وهيك بكون خلصت تجربتنا.